مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح أختي الفلاحة، الحلقة ديال اليوم خاصة بمرض عفن البطاطا المعروف بالميليديو والخموجية ديال الوراق. كيبدا المرض بقع قهوية مزيتة على الجهة الفوقانية ديال الوراق ولونها أخضر باهت وكينتشر بسرعة على الضيعة. هاد البقع كتبدا تيبس من الوسط، من بعد يمكن المرض يدوز للبراعم ثم الأغصان وعلى مستويات مختلفة. هاد المرض ملي كيكثر كيحلب بالمجموعة من الفطريات والبكتيريات اللي كتسبب في الخموجية ديال الكركوب في الحقل ووقت التخزين. أخي الفلاح أختي الفلاحة، هذا المرض كيفضل رطوبة عالية فوق 90% وحرارة بين 10 و 25 درجة مئوية، وهذا المرض كينتقل بالكركوب والزريعة المريضة، والريح كيساعد المرض باش ينتقل داخل الضيعة ومن ضيعة الأخرى وعلى مسافات كبيرة، ويمكن يتخزن في البقايا ديال الفلاحة ويتكاثر عام على عام. وفي عدم الوقاية والمعالجة في الأوقات المناسبة، الخسائر يمكن تعدى 50% من الإنتاج و 80% من جودة المنتوج وطيح ثمن الكركوب المقيوس. أخي الفلاح أختي الفلاحة، كيفاش نسيطروا على مرض الميليديو؟ فلازم نركزوا على الوقاية قبل المعالجة ونبدأوا بتدابير زراعية. أولا احترموا الدورة الزراعية ونطولوا وقت تناوب بين بدنجانيات اللي كتنقل المرض. ثانيا نجمعوا ونحرقوا بالعافية البقايا ديال النبتة والكركوب باش نقصوا من المرض. ثالثا نستعملوا البذور المختارة لأصناف اللي هي أقل حساسية للمرض. رابعا نتبعوا نشرات مصالح السلامة الصحية وكل متتبعي الشأن الفلاحي عن قرب كخدمات مبادرات المثمر على توقعات دورة حياة كل مرض من خلال تتبع حالة الطقس والمراقبة المستمرة للفلاحة لتنبيه الفلاحين بمخاطر الآفات الفلاحية. وفي حالة ما تفشل المرض وتكاثر عندك، عليك أخي الفلاح أختي الفلاحة تدخل العلاج في أقرب وقت ممكن، وهنا لازمك تقوم بالعلاجات المنتظمة بالمبيدات الفطرية واللي كترتكز على المواد الفعالة المعروفة واللي مرخص لها من طرف المصالح الخاصة ديال وزارة الفلاحة، مع احترام الكميات ديال الدواء والماء على حساب آلة الرش. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.